أهلا بكم مشاهدينا من جديد. بعد النجاحات المبهرة للدورات الخمس وفعاليات اليوم العالمي للإعاقة في العاصمة الرياض وما حظيت به من حضور وتفاعل سواء جماهيري أو إعلامي كبير، انطلق صباح أمس حفل تكريمه الذي تبعه عدد من الفعاليات وذلك برعاية إعلامية من قناة روتانا خليجية. وطبعا التفاصيل مع سيدتي في التقرير التالي. برعاية صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن عبد الله بن عبد العزيز آل سعود أمير منطقة الرياض، انطلقت أمس الأربعاء فعاليات اليوم العالمي للإعاقة لعام 2014 في دورته الخامسة، حيث تخلل الحفل تكريم المبدعين من ذوي الإعاقة وعرض فيلم خاص بذوي الإعاقة يحمل رسائل تشجيعية وتحفيزية، بالإضافة لعرض فيلم من إعداد وإخراج ذوي الإعاقة. كما ستقام عدد من الأنشطة والفقرات التثقيفية والترفيهية ومسابقات حركية وفقرات متنوعة لأطفال ذوي الإعاقة على مسرح الفعاليات في مركز غرناطة مول، بالإضافة إلى ورشة عمل خاصة بذوي الإعاقة والأجنحة التوعوية والخاصة بالجمعيات الخيرية المشاركة وبتواجد عدد كبير من المختصين والمهتمين في الإعاقة وقضاياها. ويشارك في الاحتفال جمعية الأطفال المعوقين وجمعية الإعاقة الحركية للكبار حركية وجمعية صوت متلازمة داون وجمعية كثيف وجمعية الإعاقة السمعية. الصراحة اللي بإصرار من معالي الوزير صراحة، وكان متابع ومراقب لجميع شيء، جميع المشاريع منطقة الرياض في المستقبل وفي محافظات إن شاء الله راح تحتضن هذه وراح يطبق فيها إن شاء الله المواصفات العالمية القياسية للإعاقة الحركية، بحيث تكون خدماتهم متواصلة لا في القطار ولا في الأتوبيسات ولا في جميع حول الحمد إن شاء الله. الأيام العالمية الخيرية تأتي اهتماماً كبيراً من المملكة العربية السعودية من المسؤولين وصناع القرار، كونها تسلط الضوء على جوانب اجتماعية مهمة وعلى احتياجات مهمة لفئة عزيزة على قلوبنا. إذا مشاهدين للمزيد من التفاصيل أرحب بضيفي عبر الهاتف الأستاذ صالح الشعيبي مدير عام الشركة المنظمة لطبعا هذا الاحتفال. مساء الخير أستاذ صالح. أهلا وسهلا، مساء النور. بداية حدثنا أكثر عن الحفل وخلنا نتعرف أكثر على الأجواء كيف كانت. بسم الله. الصراحة شرفنا البارح صراحة برعاية صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن عبد الله بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض حضور وافتتاح فعاليات اليوم العالمي للإعاقة وبحضور أيضا معالي وزير الشؤون الاجتماعية الدكتور يوسف العثيمين. فكان افتتاح اليوم العالمي للإعاقة 2014 في الدورة الخامسة اللي تقام في مدينة الرياض، تخلل لها الافتتاح صراحة تكريم للمبدعين من ذوي الإعاقة، أيضا كان في لعرض الفيلم ذوي الإعاقة يحمل رسائل تشجيعية وتحفيزية للمعاقين، بالإضافة لعرض فيلم من إعداد وإخراج الأستاذ عليان المنصور. كما تم تكريم المبدعين من متحدي الإعاقة والشركات الراعية لهذا الحدث. نعم، بالنسبة مثل ما ذكرت يعني لاحظنا خلال الفيلم وخلال الصور في التقرير أن كان في استقطاب لأكثر من واحد من الشخصيات المعروفة طبعا واللي عندهم إعاقات خاصة، كيف كان التنسيق معهم؟ هل كان مثلا في صعوبة؟ وكم تقريبا مدة التنسيق كانت أو أخذت منكم وقت؟ الصراحة بالنسبة للأفلام المعروضة كانت جميعها من جهود شخصية، يعني بالنسبة كان لفيلم الأستاذ عليان المنصور أو بالنسبة لفيلم رسائل تشجيعية اللي كان وراء هذا الفيلم القصير الأستاذ سامي رويسان، فكان يعني كلها كانت تقام بمجهودات شخصية منهم، يشكرون على هالمجهودات صراحة. مجهودات شخصية بمعنى آخر أنها كانت فعليا يعني بتعاون من الزملاء اللي شاركوا من ذوي الاحتياجات الخاصة. صحيح. طب وبالنسبة للجديد تفضل. هي عادة تكون بتنسيق بيننا وبين
أصحاب الأفلام هذه أو أصحاب أفكار الأفلام هذه عادة تكون في بيننا وبينهم تنسيق، إن كان بينهم بين المعاقين أو بينهم بين الأخوة المشاهير وهكذا. فنشكر صراحة من حضر وساند ودعم الأفلام القصيرة هذه. أكيد طبعاً. طب وبالنسبة أستاذ فيصل لجديدكم في الدورة الخامسة لهذا العام، الفعاليات كيف كانت وش اللي اختلف عن الأعوام الماضية؟ أستاذ صالح عفواً. أي نعم، بالنسبة للفعاليات صراحة إحنا نحرص دائماً أنها تكون تغطي جميع أنواع الإعاقات، كانت الإعاقات الحركية أو الإعاقات السمعية وجميع أنواع الإعاقات. يكون فيه من ناحية الفعاليات الترفيهية للأطفال والتفاعلية بين المعاقين والأسوياء، لأنه دائما نركز على موضوع الدمج بين جميع أفراد المجتمع، فعادة نركز على الأمور الترفيهية والأمور التوعوية. شو الفعاليات الترفيهية اللي ركزتوا عليها هذا العام؟ الفعاليات الترفيهية عادة يكون فيها أشخاص متخصصين بالفعاليات الترفيهية يكونون معنا كل سنة، من حيث ألعاب الحركة، الفعاليات الحركية للمعاقين العديد. احنا ما ودنا نفصل اكثر علشان ما نحرق المناسبة على بالعكس ممكن يكون يعني هذا استقطاب، ممكن هذا يكون استقطاب طبعا للمشاهدين او المستمعين. الحقيقة كل من يحضر الفعاليات في كل عام صراحة كان يعني يشيد بما يقدم من ناحية الفعاليات، من ناحية ما يقدم على المسرح من المسابقات ومن ناحية الفقرات الترفيهية والتوعوية للمعاقين وللأسوياء، لأننا نركز إحنا على إضافة إلى موضوع الدمج والتوعية للأهل وللأفراد المجتمع في رسائل كثيرة من متخصصين، كما أنه فرصة لمشاركة الأطفال والكبار على المسرح من حيث أنه يكون فيه تفاعل أكبر بين المجتمع وبين الحضور، وهذا أهم ما يكون عندنا بالنسبة للموضوع اللي هو الاندماج بين جميع أفراد المجتمع. هذا أكيد طبعا هدف أساسي، لكن نتساءل كيف كان يعني عادة التنسيق هو أصعب خطوة بعدها الأمور تترتب بشكل سلس. بالنسبة لكم التنسيق سواء مع المشاركين من جمعيات خيرية، جهات حكومية أو جهات خاصة، كان في صعوبة؟ بلا شك، لا يوجد عمل سهل، أي عمل يجد النجاح يعني وإن كانت الظاهر يكون اختصار لجميع المجهودات اللي تكون خلف الكواليس وقبل المهرجان. العمل حين الصراحة يبدأ من أكثر من 6 شهور من ناحية العمل التنسيقي والتنظيمي والترتيبات لهذا الحدث، لأنه حدث صراحة يعني ما هو شيء بسيط، يعني هو حدث تفاعلي اجتماعي يكون له أبعاد يعني قد تكون حساسة أحيانا، فنحرص من أي ناحية مثلا تكون حساسة هذه الأبعاد؟ لأنه قد فئة المتحدي الإعاقة يعني فيه منهم من اندمج مع المجتمع، وفي منهم من ما زال يجد بعض الصعوبات. المجتمع الحمد لله أفضل من السابق، فيه تقبل لجميع الأضياف، ما عاد فيه يعني لا يزال فيه قصور، لكن نحتاج التوعية أكبر، نحتاج نقدم رسائل من أشخاص متمكنين ومتخصصين في هالمجالات، لأنه أي رسالة قد تكون حتى وإن كانت اجتهادا قد يجانبها الصواب قد تفهم أو تكون لها تأثير سلبي، فيحسب علينا وليس لنا يعني. فنحرص على أنه يكون كل شيء دقيق ومتخصص ويعني مدروس من جميع النواحي. طيب بعض المشاركين أكدوا أن أحد المشاكل اللي دائما تكون في المناسبات أو الفعاليات الخاصة بذوي الاحتياجات الخاصة بغض النظر عن طبيعة هذه الإعاقة مثلا أو الاحتفالية، هي أن بعضهم إلى الآن يكون حتى عنده إنجازات لكن يخجل من الظهور على يعني في وسائل الإعلام أو في أي واحدة من المناسبات. هل فعليا هذه مشكلة قائمة أو بالنسبة لكم كان العكس؟ لا، هي من ناحية احنا دائما نركز على موضوع اللي هو الدمج، انه ما يكون فيه من ناحية الخجل. الخجل طبيعي يعني، مش بس بالنسبة للخجل، قد يواجهه اي فرد من افراد المجتمع. يعني الظهور على المسرح وظهور تحت الاضواء قد تكون تواجه مشكلة اي فرد من افراد المجتمع وليس للمتحدي الاعاقة فقط، لكن احنا هذا شغلنا، يعني احنا نحاول ان نبرز الاشخاص اصحاب الانجازات، نحاول نساعد في إبرازه للجمهور وللمجتمع،
فهذه يعني هذا اختصاص له. أكيد أنت قدها طبعاً. سؤالي الأخير بيكون عن الفعاليات. الفعاليات بتكون على مدى أعتقد يومين في غرناطة مول، فحدثنا صحيح. أكثر عن الفعاليات. الفعاليات بإذن الله بتكون يوم الجمعة والسبت إن شاء الله، اللي هو 5 و6 ديسمبر بإذن الله بتكون في غرناطة مول. بتكون عادة من في الفترة المسائية من 5 تقريباً أو 5:30 بعد صلاة المغرب في الرياض حتى 10 مساء. الدعوة عامة طبعاً للجميع، بيكون فيها فقرات متنوعة على المسرح، بيكون فيها العديد من الجوائز والهدايا للحضور، بيكون فيها بعض الأجنحة للجمعيات المشاركة اللي تخدم الجميع وتغطي جميع أنواع الإعاقات. فيها أجنحة فيها ورش، بيكون في ورش عمل بإذن الله لذوي الإعاقة. يعني بإذن الله المعرض أو الفعاليات بتكون يتواجد فيها مختصين والعديد من المهتمين في مجال الإعاقة وقضاياها، فبيقدمون إن شاء الله مادة دسمة لكل من يهتم في هالموضوع إن شاء الله، واللي يقدم ما يخدم المجتمع بإذن الله. بإذن تعالى. وهذا المنتظر من طرفكم الأستاذ صالح الشعيبي مدير عام الشركة المنظمة، شكرا جزيلا طبعا لك على هذه المعلومات. إذا مشاهدينا الموعد بيكون يوم الجمعة ويوم السبت في غرناطة مول، وإن شاء الله الكل يكون مشاهدينا مشارك، سواء طبعا يعني لأخذ المعلومات العامة، التفاعل طبعا مع المتواجدين، فأكيد حياكم مشاهدينا. طبعا فقراتنا مستمرة في سيدتي بعد الفاصل. جديد سيدتي مول الآن على جهازك وموبايلك، أول موقع من نوعه عربيا. تجولي بكبسة زر في كل مولات مدينتك، طلعي على أحدث المنتجات وأسعارها وآخر العروض والتخفيضات، واختاري كل احتياجات جمالك وأناقتك وبيتك وعائلتك. سيدتي مول ينقل لك تجارب متسوقات ويستقبلك في ناد خاص لتتفاعلي وتفوزي بعروض شراء لك وحدك. سيدتي مول، الوجهة الأولى للماركات العالمية. في سيدتي بعد الفاصل، أيدي سعودية تقدم الفورتشن كوكي بطابع عربي.